عشان برضو نرجع لحسن الاختيار. ما احنا لو رجعنا لديننا واحنا بنختار، رجعنا لأحاديث سيدنا النبي واحنا بنختار الزوجة اللي تعيش معاك، حتى في الإنجيل للمسيحيين لو رجعوا لكتابهم هتعرف تختار وهي هتعرف تختار. سيدنا النبي قال تزوجوا الولود الودودة فإني مكاسر بكم الأمم يوم القيامة. سيدنا النبي قال تنكح المرأة لأربع، لدينها ومالها ونسبها وحسبها، فاصفر بذات الدين تربت يداك. لو رجعنا لده، إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، لأن اللي عنده دين هيبقى عنده رحمة، إنما ده اللي صورته قدامي ده لا عنده دين ولا رحمة ولا ضمير حتى. لما يأجر واحد شغال عنده في محل ويتفق معاه على 100,000 جنيه عشان يغتصب مراته، مراته ده ديوس، مش كلامي ده، كلام ربنا وكلام سيدنا النبي، قالوا على ده ديوس. ازاي البني ادم ده رايح يجيب واحد شغال عنده عشان يغتصب زوجته؟ وفي التحقيقات يقول لك ده احنا ما اتفقتش معاه على الاكل، ده كنا عاوزين نعمل لها فضيحة بس عشان يروح يتجوز. ليه وليه؟ والده ووالدته خلوا الصورة دي، خلوا الصورة دي قدامنا، عشان كل بنت مصرية اما تيجي تختار تختار صح. دي يوم فرحها نزلت صورة كانت سعيدة جدا بالفرح، كانت سعيدة جدا انها تتجوز، ما كانتش هتعرف انها تتجوز كلب زي ده، ما كانتش هتعرف ان واحد لا عنده دين ولا ضمير هيعمل فيها كده. انت ملعون في كل كتاب، قسما بالله ملعون في كل كتاب. وعلى فكرة سيدنا النبي قال من ساعد على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. ما بالك اللي اشترك في قتل الملاك ده، الملاك اللي كل الناس شهدت بتدينها وأدبها وأخلاقها، شهدت بيه وقالت إن البنت دي على يعني أخلاق أو خلق عالي وأهلها أصل ناس طيبين، إزاي البني آدم ده حرام؟ قسما بالله حرام أسميك بني آدم، قسما بالله حرام أسميك بني آدم، وأنا وكل الناس اللي في مصر إن شاء الله ضدك لحد ما تاخد الحكم الرادع. وإحنا نثق في القضاء المصري إن أكيد هيجيب حق البنت الطيبة الطاهرة العفيفة اللي حتى القاتل ما قدرش يغتصبها وهي حية. طيب إحنا معانا الحاج عادل والد الضحية إيمان الملاك الطاهر إيمان. حاج عادل، حاج عادل يا باشا، معاك خالد ضحية. خالد ضحية، ازيك يا حاج عادل؟ بس تعبان ومش قادر يتكلم. البقاء لله حضرتك. البقاء لله، وربنا يجعلها اخر الاحزان، وان شاء الله كلنا معاكم لحد ما يرجع حق ايمان. ربنا يخليك يا باشا، وده يعني املنا في ربنا ثم فيكم. يعني يعني ايه؟ احنا شفت سمعنا وقرينا في كل المواقع ملابسات القضية، انا قلتها كده صح دلوقتي؟ ده اللي حصل حقيقي؟ انا حضرتك ما كانش قدام التلفزيون فما سمعتش حضرتك قلت ايه بالظبط. يعني كنا بنتكلم على ان ده البني ادم ده، ده بني ادم اولا ديوس، بني ادم بني ادم يعني ربنا ان شاء الله يجازيه على اللي عمله في الملاك الطاهر ايمان. انت ممكن تحكي لنا انت ايه اللي حصل؟ هو حضرتك اللي حصل بالظبط ان هو كان على علاقة بواحدة من حوالي 3 شهور، وان الشهيد امام اكتشفت الواقعة من خلال التليفون بتاعه. حصلت في الطبيعي يعني ان حصلت مشادة بينهم، فهي كان من عادتها دايما ان هي دايما كتومة ما بتخرجش مشاكلها لاهلها حفاظا على اسرتها وحفاظا على حسين نفسه. فكانت فحكت القصة دي لاخوها لانه من سنها ومن سن حسين. فهو صالحهم على بعض وجابهم مع بعض،
وحسين وقتها اتأسف لها وبكى وقال لها ان دي اخر مرة وان دي كانت نزوة وانها قطع علاقته بال حسين من اهل الدول العربية مش مصري؟ ايه ده هو يعني في الجنسية العراقية من اب مصر وام عراقية. فبس حضرتك فهو من يومها كلم هو والده واحنا اللي احنا عرفناه بعد الحادثة بقى اللي هو كلم والده عشان يطلق بنتنا فهو والده قال له ان هي بكلامه هو في التحيات ان والده ان هو ان ايمان متست ان هي ست متربيه واهلها ناس طيبين وكويسين ما شفناش حاجه وحشه منها يعني ما فيش داعي للطلاق يعني وكان راح بالفكره نهائيا. فهو جاله فكره بقى شيطانيه مش عارف جابها منين يعني ان هو يتخلص من ايمان بحيث ان هو يبان بمظهر وحش قدامها وقدام اهلها ومحدش يقدر يطالبه بحاجة لا بالولد ولا بالشقة ولا بمستحقاتها ولا بحقوقها يعني الشرعية بتاعتها يعني بالفعل بالفعل يعني بالفعل هو يعني يدبر وعمل واتفق مع العامل بتاعه ان هو هيقتلها بمقابل مادي 100,000 جنيه واكتشفنا بعد كده ان هو باع الذهب بتاعها يعني شفت درجة حضرتك انها كتومة لدرجة ان هي باعت الذهب بتاعها بالكامل لحسين عشان هو قال لها ان هو محتاج يفتح محل جديد لشغله وما قالتش لاهلها ولا قالت لحد من اخواتها حفاظا على صورة حسين وان هو كان وعدها ان هو لما ربنا يرزقه ان شاء الله يعوضها اتاريه هو خد الذهب بتاعها وباعه وادى جزء منه للقاتل عشان يقتلها وبالفعل وفر له الملابس النقاب ووفر له عشان يتخفى دي ووفر له النقاب وسهل له الدخول لباب العماره اداله مفتاح باب ضغط العماره من بره وساب له مفتاح الشقه بالخارج يعني عشان يبقى الدخول بالنسبه له سليم. فالعامل دخل جوه لقى ايمان قاعده خبطها كده بهدف ان هي تغمى عليها وهو يتعامل بقى ويصور ويتصل بالزوم ان هو يجي يكمل جريمته. فالزوج كان في دماغه ان هو يعني هو لما يجي يلاقي الوضع بالمنظر ده ان هو يلبسها قضيه زنا وخيانه وبعدين هو يقتلها هتبقى قضيه دفاع عن الشرف بالنسبه له. بس سبحان الله هم دبرهم وربنا يعني خير ربهم. ده انا عاوز اقول لك على حاجه الاول، ده ربنا اراد ان ايمان تفضل زي ما هي طاهره وعفيفه الى اخر لحظه في حياتها. الحمد لله يعني ان تربيه ايمان تربيه